احنا كفلسطينيين ما بشرفنا انه يدوس ترابنا وزير زي هذا. بالامس حكومته صوتت ضد مشروع القرار الفلسطيني. كفلسطينيين بنقول هذا نجس ما كان لازم نستقبله في بلدنا. احنا شعب فلسطين عندنا كرامه قبل ما يجي على بلدنا. يو جنبر شامن يو جنبر شامن يو شامن يو جنبر شامن يو Yeah.